أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بالمضامين الرفيعة التي جاءت في الكلمات السامية التي تفضل بها جلالة الملك المعظم خلال القمة العربية في دورتها العادية 32 التي عقدت في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأوضح معالي رئيس مجلس النواب أن الكلمات السامية جسدت وبرؤية ثاقبة استراتيجية محورية بالغة الأهمية لمعالجة التحديات العربية، ورسمت منهجية رفيعة لمستقبل المنطقة، وأن تأكيد جلالة الملك المعظم على أهمية مواصلة مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز نهج السلام العادل والشامل لضمان الأمن والاستقرار والازدهار للجميع. وأشار معاليه إلى أن الكلمة السامية سجلت التقدير الرفيع لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الأمة العربية وتوفير مقومات النجاح للقمة العربية واستئناف العلاقات الدبلوماسية والجهود الإنسانية. كما وعبرت الكلمة السامية عن الدبلوماسية البحرينية الحكيمة حيال الأوضاع في جمهورية السودان والحفاظ على الحقوق المشروعة لجمهورية مصر العربية في مياه النيل واستكمال مسيرة السلام للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية، وكذلك في تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، معربا معاليه عن بالغ الفخر والاعتزاز بترحيب مملكة البحرين لاستضافة اجتماعات القمة العربية المقبلة في 2024.